تمكنت مصالح الأمن الحضاري الخارجي الشط بأمن ولاية الطرف من الإطاحة بعصابة أحياء إجرامية تعمل على نشر الرعب والاعتداء على المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء، أين أسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص من أفراد هذه العصابة وكذا حجز مجموعة معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة ممثلة في سيوف وسكاكين وعصي وكذا شماريخ. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.